أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج من الإمارات، وتتابعون الليلة. القرية العالمية تفتتح أبوابها ابتداء من اليوم وحتى 4 أبريل 2020. انطلاق بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك من 7 وحتى 10 نوفمبر المقبل. والقيادة العامة لشرطة الفجيرة تفوز بالمركز الأول بسباق الطريق فرقيا وفرديا. أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من خلال برقية تهنئة رئيس التشيك ميلوش زيمان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس التشيك وإلى رئيس وزراء التشيك أندريا بابيش كل على حدة. أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ميزانية الاتحاد للعام 2020 بإجمالي بلغ 61 مليار درهم وبدون عجز. جرى ذلك خلال ترأس سموه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، وكشف سموه من خلال سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أن ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية وثلثه للشؤون الحكومية، فيما تم تخصيص الباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية، مؤكدا أن عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة. كما قال سموه إن حجم قطاع الفضاء بالدولة 22 مليار درهم يعمل به 1500 موظف في 50 شركة، بينها اثنتان من أكبر شركات الاتصالات الفضائية عالميا. كما تمتلك الدولة 16 قمرا صناعيا. كما أقر سموه في اجتماع مجلس الوزراء صندوقا حكوميا لدعم التعليم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في المجال التعليمي، ولتوفير موارد مالية إضافية للبرامج التطويرية في القطاع التعليمي الوطني. كما اعتمد سموه مشاركة الإمارات ضمن التحالف الدولي للطاقة الشمسية وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مجموعة من المختبرات المتخصصة في تصميم وبناء مستقبل العديد من القطاعات المستقبلية لدولة الإمارات ضمن منطقة 2071. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الافتتاح أن دولة الإمارات قدمت تجربة عالمية رائدة في مجال تصميم المستقبل، انطلاقا من رؤيتها بأن الفكر الاستباقي والقدرة على التخطيط واستشراف التغييرات والتطورات في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية يجعلها من مصافي أفضل الدول المستعدة للمستقبل والرائدة في توظيف التكنولوجيا في ابتكار فرص جديدة. كما صرح سموه عن إطلاق 4 مختبرات لمستقبل قطاعات الطيران والطاقة والبلوكتشين وريادة الأعمال ضمن منطقة 2071، بهدف أن تكون هذه المختبرات منصة لإطلاق ابتكارات مستقبلية تحدث نقلة نوعية في قطاعات الأعمال والخدمات، مضيفا أن إطلاق المراكز الجديدة يدعم تحقيق رؤية الإمارات 2071 لترسيخ أسس بناء مركز عالمي لاختبار ابتكارات المستقبل في الدولة. ودعا سموه جميع الجهات الحكومية إلى تبني مفهوم مختبرات المستقبل لتطوير كوادرها الوطنية وإشراكهم في تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية وتعزيز مساهمتهم في اقتصاد الدولة ودعم أفكارهم المبتكرة والاستشرافية وإطلاعهم على أحدث التوجهات العالمية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية والممارسات الناجحة عبر الشراكة مع المراكز البحثية والمؤسسات العلمية والصناعية.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الخريجين والخريجات من برنامج الإسعاف الوطني لإعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين. وأعرب سموه خلال استقباله لهم أمس في قصر البحر في أبو ظبي عن اعتزازه بالكوادر الإماراتية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لخدمة وطنها ومجتمعها، مؤكدا ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإسعافية ورفع كفاءة الأداء والجودة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال لضمان الاستجابة السريعة والسلامة لحالات الطوارئ الطبية في الدولة، مشيرا إلى أن الإسعاف الوطني يعد مشروعا حضاريا رائدا يجسد ويواكب ما تحققه الإمارات في مجال تقديم مختلف الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في أن تكون ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات في مختلف المجالات. يذكر أن برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين الذي أسسه الإسعاف الوطني بالتعاون مع جامعة الشارقة يهدف إلى تأهيل كوادر إسعافية وطنية من خلال إكسابهم المعرفة والكفاءة المهنية وإعدادهم للعمل في القطاعات الحيوية بشكل يعزز من خطط حكومة الإمارات في التوطين ومنظومة الخدمات الإسعافية في الدولة. اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على منصة التجربة الفنية الإماراتية لتنمية صناعة الأفلام السينمائية المحلية وإرساء بنية تحتية مستدامة من الكادر المحلي في الإمارات لتدريب المواهب وتحويلها من موهبة وشغف إلى مهنة دائمة، وذلك خلال افتتاح سموه أمس المبنى الرئيس لمدينة الشارقة للإعلام شمس والذي يقع في طوي المسند بمدينة الشارقة. وقال رئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس الدكتور خالد عمر المدفع إن تدشين المبنى يأتي بالتزامن مع احتفالات الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، اللقب الثقافي الأرفع عالميا والذي توجت به الإمارة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، تأكيدا على دور الإمارة في تعزيز أهمية الكتاب وإبراز دوره في جميع المجالات والقطاعات من العلوم والفنون إلى المعارف والإعلام. وتوجه رئيس مدينة الشارقة للإعلام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توجيهاته الثمينة ورعايته للإعلام والثقافة والمبدعين في المجالات كافة، مبينا أن شمس ستعمل مع الشركاء على جعل إمارة الشارقة منارة للإبداع والابتكار التي يلتقي بها ويعمل من خلالها رواد الصناعات الإبداعية والإعلامية في المنطقة والعالم. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أن التطور التنموي الهائل الذي شهدته دولة الإمارات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية هو نتاج لمساهمات قدمت على مدى السنين من الكوادر والكفاءات كافة الموجودة في الدولة، الأمر الذي يأتي في إطار نهج المشاركة والتكامل الذي رسخه الوالد المؤسس منذ تأسيس الاتحاد ليشكل اليوم حجر أساس البيت الإماراتي المتوحد والمنفتح على مختلف الأديان والأعراق والقائم على مبادئ التعاون والتسامح والتعايش وحب الخير للوطن وللآخرين. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وأكد سموه أن التطور التنموي الهائل الذي شهدته دولة الإمارات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية هو نتاج لمساهمات قدمت على مدى السنين من الكوادر والكفاءات كافة الموجودة في الدولة، الأمر الذي يأتي في إطار نهج المشاركة والتكامل الذي رسخه الوالد المؤسس منذ تأسيس الاتحاد ليشكل اليوم حجر أساس البيت الإماراتي المتوحد والمنفتح على مختلف الأديان والأعراق والقائم على مبادئ التعاون والتسامح والتعايش وحب الوطن والخير للآخرين وللوطن. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وبكونها أرض العطاء والفرص للجميع حرصت على الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الناس
النسيج المجتمعي بمواطنيه ومقيميه على حد سواء من تفعيل طاقاتهم ومشاركتهم في قصة نجاح الإمارات بالطريقة الأمثل، وتستمر حاليا مساعي تطوير هذه المشاركة بما يستجيب لمتطلبات وتوجهات المستقبل. كما وجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان الشكر للمقيمين الذين يعملون في خدمة الدولة ورفعة مكانتها ويتخذونها بلدا ثانيا لهم، مؤكدا أن دولة الإمارات ترحب بهم دائما وبمساهماتهم المثمرة في دعم مكانة الدولة كوجهة جاذبة للأعمال والمعيشة وتنمية الخبرات وتبادلها. وأكد سموه أن ملف التوطين يعد أولوية لدى القيادة الرشيدة، داعيا الأطراف المعنية كافة في القطاع العام والخاص بأن تدعم وتفعل مساهمتها في تحفيز عملية التوطين، وأن تستكمل جهودها في جذب أفضل الكفاءات والمهارات العالمية النوعية لما لها من انعكاس إيجابي مباشر على بيئة العمل وتحفيز تنافسية الكوادر البشرية المتنوعة محليا، والأخذ بالكفاءات المواطنة إلى مرحلة التنافس بمهاراتها وقدراتها عالميا وعبر مختلف المجالات الحيوية. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لنتابع. القيادة العامة لشرطة الفجيرة تفوز بالمركز الأول بسباق الطريق فرقيا وفرديا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان 387 مليار درهم في العام الماضي 2018. وتخطط منظمة التجارة الخارجية اليابانية زيادة تصدير الأرز الياباني الأصيل ومنتجاته إلى المنطقة، بالإضافة إلى تقديم دقيق الأرز الياباني لأول مرة في الإمارات. أكد القنصل العام لليابان في دبي أكيما أوميزاوا أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لليابان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أشار أوميزاوا بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام إلى أن الأرز الياباني يتمتع بشعبية كبيرة في اليابان لجودته وميزاته الصحية الكثيرة. قال المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية في الشرق الأوسط ماسامي أندو إن الإمارات تستورد حوالي 1,000,000 طن من جميع أنواع الأرز كل عام، خاصة من الهند وباكستان وتايلاند وفيتنام، تليها الولايات المتحدة ومصر وأستراليا، مؤكدا خطة بلاده لزيادة صادرات الأرز الياباني إلى الإمارات والمنطقة، مشيرا إلى ما يتمتع به الأرز الياباني الأصيل من جودة ميزات خاصة. ناقش الحوار الياباني العربي الذي أقيم أمس في العاصمة اليابانية طوكيو، والذي نظمته المنظمة العالمية للملكية أو الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الياباني لبراءات الاختراع، ناقش استراتيجيات وآليات الدمج بين التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الملكية الفكرية بما يحفز أنشطة الابتكار والاختراعات الجديدة التي تدعم التنمية المستدامة، وبما يعزز كفاءة ممارسات الملكية الفكرية،
وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي في كلمة ألقاها خلال الحوار الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تطوير البنية التحتية اللازمة للارتقاء بممارسات الملكية الفكرية واعتماد استراتيجيات واضحة لتعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء في هذا القطاع الحيوي من أجل تطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية الناظمة لتطبيقات الملكية الفكرية. وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أكد على أن الإمارات تعد من أكثر دول المنطقة استعداداً لتطوير أنظمة الملكية الفكرية اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، حيث تبنت استراتيجيات مستدامة للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وعملت على مدى العقدين الماضيين على تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع والبحث والتطوير، كما شاركت بالحوار وفود عربية من السعودية ومصر والمغرب والكويت والبحرين. وقد ركزت جلسات الملتقى الحوار الياباني العربي على مناقشة عدد من المواضيع المهمة حول دمج الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، من أبرزها حماية براءات الاختراع وآليات فحصها في ضوء التقنيات الناشئة، واتجاهات تحول مكاتب الملكية الفكرية في الدول تحت تأثير التكنولوجيا الحديثة، واستخدام أحدث مخرجات التكنولوجيا كأداة في إدارة أنظمة براءات الاختراع وغيرها. قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وليد عبد الناصر إن دولة الإمارات تعتبر رائدة في مجال الابتكار، حيث تربعت في المرتبة الأولى عربيا لأربعة أعوام على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ومثل هذا الحوار ينمي دور الدول العربية في تبني التكنولوجيا الحديثة في مكاتب الملكية الفكرية وتطبيقاتها. من جانبه قال سفير الدولة لدى اليابان خالد عمران العامري إن تعزيز الشراكة الإماراتية اليابانية هو خطوة بالغة الأهمية في إطار التعاون الثنائي النشط بين البلدين. ويأتي تنظيم الحوار العربي الياباني حول الملكية الفكرية في العصر الرقمي وتأثيرها في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، ليمثل فرصة إضافية لتعزيز هذه الجهود والاستفادة من الخبرات المشتركة في سبيل تطوير البنية التكنولوجية لدولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية وبشكل خاص براءات الاختراع. ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية تحت إشراف وقوانين الجمعية الدولية لرياضات صيد الأسماك بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك للمرة السادسة على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في أعوامها السابقة، وذلك خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من نوفمبر القادم. بلغ عدد المشاركين حتى الآن 85 صيادا و13 فريق. وتعتبر بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك إحدى الجولات التأهيلية المؤهلة للجولة الختامية لبطولة العالم لصيد الأسماك، والتي تقام في كوستاريكا العام القادم. التقرير التالي متابع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بطولة العالم الدولية لنسخة السادسة
من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الحالي. طبعا اليوم مؤتمرنا الصحفي كان هي عن إعلان البطولة، أنه البطولة تنظم في الوقت هذا، وفي نفس الوقت احنا طبعا كنا متابعين الأرصاد الجوية، فلسوء الأحوال الجوية طبعا تأجل التاريخ إلى من 6 إلى 9 نوفمبر القادم. البطولة طبعا هذه بطولة دولية تنظم في الفجيرة من 6 سنوات، وتحظى بدعم كبير من سيدي سمو ولي العهد، وكذلك بدعم كبير من الشيخ سيف بن حمد الشرقي رئيس النادي، انه ان البطولة هذه تدعم سنويا. انا عندنا فرق جديدة تشارك في البطولة، فريق من المانيا وفريق من اوكرانيا، فرق هذه طبعا سنويا تزيد. احنا كنا بدينا من 15 فريق، واليوم وصلنا الى 24، والسنة اتوقع يوصل العدد الى 26 الى 28 فريق، وعدد المشاركين وصل الى 180 مشارك. بطوله الفجيره الدوليه لصيد الاسماك ان شاء الله بتكون الاسبوع الجاي، هي على 3 ايام، عندنا حوالي 20 فريق ان شاء الله بيكونوا مشتركين معنا، وحوالي عدد مشتركين يعني عده فريق حوالي 150 شخص ان شاء الله، وهي بتكون على 3 ايام، يوم الخميس الجاي، جمعه وسبت. والفريق ان شاء الله اللي بيكسب البطوله بتاهل لبطوله العالم في كوستاريكا في شهر 4 2020. شروط الصيد طبعا لازم يستعملوا السنارات حسب قوانين الدوليه، النقاط بتكون حسب نوع السمك، ولكل فئه لها نقاط، يعني زي اليلو فنتونا اللي هي اليودر، والماهي ماهي، والمارلين، فكل فئه لها نقاط، وحسب النقاط عدد الاسماك اللي تنمسك في 3 ايام بتحتسب النقاط. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم. أكد بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية خلال مؤتمر صحفي عقد أول من أمس في القرية العالمية للإعلان عن إطلاق فعاليات الموسم 24، أكد أن القرية العالمية تستضيف ثقافات من 78 دولة عبر 26 جناحا بواجهات خارجية متميزة تصور أجمل معالم وحضارات العالم. وتعد القرية العالمية أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، مع باقة من أضخم الاحتفالات الثقافية والترفيهية على مدى 159 يوم ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى 4 أبريل 2020. نتابع التقرير التالي. الموسم الماضي طبعا حققنا 7 مليون زائر في القرية العالمية اليوم، وهذا طبعا يعتبر رقم كبير. نطمح هاي السنة نحافظ على الرقم أو نزيد أكثر. اليوم فكرة عدد الزوار ما صارت بالأهمية اللي نحن نولي فيها لمؤشر السعادة، يعني تغير فكر إدارة القرية إلى أن الزائر لازم يكون أو الضيف يكون سعيد ويحب أنه يرجع للقرية العالمية مرة ثانية إذا مر بتجربة سعيدة وممتعة في زيارات اللي فيها للقرية. أما بخصوص أصحاب الهمم، طبعا استخدمنا كود دبي لأصحاب الهمم في طريقة البناء، فهي السنة سوينا مرافق جديدة بكل المعايير اللي تم إدراجها في هذا الكود هذا، وتم بناء المرافق ودورات مياه لهم لأصحاب الهمم بكل المواصفات هذه الموجودة. القرية العالمية الحمد لله تمثل ثقافات مختلفة، طبعا هاي السنة احنا شفنا في مجال نضيف ثقافات أخرى، فضفنا الجناح الأذربيجاني والجناح الكوري، في تنافس كبير
بس اخيرا شفنا مثلا عرض الجناح الاذربيجاني حلو وفي محتوى كبير وفي دعم من عارضين من اذربيجان، فطبعا احنا وافقنا عليه ونحس انه بيضيف للقريه. طبعا ناس كثار زاروا اذربيجان، مدينه باكو العاصمه، في اشياء كثيره، فنحس ان المحتوى بيضيف للقريه. وطبعا كوريا ثقافه كبيره وعالميه، واستانست واحد من المستثمرين قال انا بجيب عارضين من كوريا. طبعا الموضوع مو بسهل، بس الحمد لله رب العالمين مع خبرات فريق العمل في القريه وشركائنا دائما نحاول نجيب جديد في مجال ثقافات العالم المختلفه. هذا الموسم كان تركيزنا على محتوى، تركزنا في تطوير محتوى القريه العالميه، ومع هذا بعد طورنا وايد اشياء من البنية التحتية. نتكلم عن تجربة التسوق، عندنا 26 جناح، عندنا جناح أذربيجان أحد الأجنحة الجديدة في هذا الموسم، عندنا أكثر من 3500 منفذ للبيع، فيه بضائع مثل الحرف اليدوية، ملابس، كل شيء ممكن يمثل هذه الثقافات اللي هي أكثر من 78 ثقافة. نتكلم عن العروض الترفيهية، عندنا عدة عروض هذا الموسم. العرض الشيق طورناه بحيث أنه راح يكون فيه مثلا حركات خطرة أكثر، لأول مرة في العالم في عرض ترفيهي عندنا دبابة حقيقية موجودة في العرض. عندنا عروض أفريكان فوت برنت مثلا، عرض معروف أكثر من 20 سنة تم تمثيله أول مرة أمام نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. هذا غير طبعا التعديلات على محتوى منطقة الكرنفال، أعدنا هندسة المنطقة بحيث أن أعدنا ترتيب الألعاب، وفرنا منطقة خاصة فيها الألعاب الخاصة بالأطفال بحيث أن تكون تجربتهم سلسة. عندنا ركن التشاد الهندي لأول مرة في القرية العالمية، عدة أكشاك تمثل مأكولات شعبية بحتة من الهند مش موجودة في أي مكان في الإمارات. نتكلم عن الأشياء الجديدة، عن الأريبيان سكوير اللي راح يكون بالقرب من البوابة الثقافية، هو ستيج في الماء في نافورة، وغير هذا فيه أحصنة الجر الستيج اللي بيمثلون عليه العارضين. عندنا لأول مرة خدمة واي فاي سريع جدا مجانا في هذا الموسم. غير هذا عندنا 5 ألعاب أو جولات ترفيهية جديدة في منطقة الكرنفال هذا الموسم. عندنا جسرين يداد، جسر من هنغاريا وجسر أبراج لندن، راح يكون فيه عروض ترفيهية معلقة على هذا الجسر. تستعرض النسخة 11 من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار آيريس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تستعرض أكثر من 300 مشروع ل50 شركة عارضة، ويقدم المعرض صورة عامة حول الآفاق الاستثمارية في سوق العقارات الدولي، كما يقدم مجموعة واسعة من العقارات المتاحة وخيارات الاستثمار المختلفة ومصادر التمويل والاستشارات القانونية تحت سقف واحد. قال المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض أدنيك خليفة القبيسي إن استضافتنا لفعاليات الدورة 11 لمعرض آيريس تعكس مدى التزامنا بتطوير الفعاليات التي تقام في مراكزنا داخل وخارج الدولة، كما نسعى لتعزيز تنافسية هذه الفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي وقدرتها على استقطاب كبريات الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات.
المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض أدنيك أكد أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض قد أنهت استعداداتها لاستضافة الدورة الحالية للمعرض، حيث أكملت فرق العمل التحضيرات الخاصة بكافة المرافق والتجهيزات التي من شأنها أن تتجاوز تطلعات العارضين والزوار على حد سواء، وأن تعزز من تجربة مشاركتهم في فعاليات المعرض، مبينا التزام أدنيك بالعمل مع مختلف الجهات المنظمة لفعالياته، وذلك لإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي، وانسجاما مع رؤيتنا في أن نكون الوجهة الرائدة لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية في المنطقة. مشاهدينا فاصل ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم. تحصل فريق القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المركز الأول في سباق الطريق للفرق والأفراد الذي نظم نسخته 43 أمس الاثنين، كل من القيادة العامة لشرطة الفجيرة واتحاد الشرطة الرياضي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. التقرير التالي والتفاصيل. طبعا اتحاد الشرطة الرياضي ينظم مجموعة من الرياضات منها سباق الطريق. سباق الطريق يعتبر من أهم الألعاب اللي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، لأنه يعتمد على لياقة الشرطي أو ضابط الشرطة. الهدف الأساسي من هذه البطولات هدف رياضي ورفع مستوى اللياقة البدنية عند رجل الأمن، كذلك رفع التنافسية ما بين القيادات في هذه اللعبة. الحمد لله هذه السنة هذه المسابقة اليوم 43 تعتبر من أقدم المسابقات اللي عندنا واللي مستمرة واللي تشهد تنافسية عالية ما بين القيادات قيادات شرطية على مستوى الدولة. بتعليمات من سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم قائد عام شرطة الفجيرة مبادرة عام التسامح بين القيادة العامة لشرطة الفجيرة ومشاركة اتحاد الشرطة الرياضي وكذلك مراكز أصحاب الهمم وكذلك وزارة التربية والتعليم. إن هدف حقيقة من هذه المبادرة مشاركة المجتمع وتعليم المجتمع بدور التسامح والهدف من التسامح. حقيقة احنا اليوم سعيدين، مشاركة مجتمعية متميزة لكافة أبنائنا وبناتنا. حقيقة تحرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة من خلال مثل هذه المبادرات للتواصل مع المجتمع بحيث أنه يكون المجتمع شريك رئيسي في مبادرة. بداية نشكر القيادة العامة لشرطة الفجيرة واتحاد الشرطة الرياضي على تنظيم هذه البطولة من ضمن درع سمو وزير الداخلية. بطولة سباق الطريق طبعا إحدى مراحل البطولة المكون من عدة مسابقات. نحن كشرطة أبوظبي نتمنى إن شاء الله أن نحافظ ونستمر في صدارة المجموع العام للنقاط باحتفاظنا ببطولة العام الماضي. طبعا بلا شك أن ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أشكالها تساعد على احتفاظ رجل الشرطة بلياقة البدنية اللي تساعده على تنفيذ مهام الأمنية. نشكر القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تنظيم هذا النوع من السباقات بالفجيرة واتحاد الشرطة للرياضات اللي كمان قائم على هيك نوع من البطولات. كتير مهم أنه هذا النوع من الرياضات يتواجد بأكثر من إمارة وهذا اللي هني عم يعملوه، فوقع الاختيار للسباقات الجري أنه يكون بالفجيرة. طبعا حدث كتير مهم ونحن حريصين كمعهد فجيرة الوطني للسياقة من المالك نفسه الدكتور أحمد بالحصى ونائب الرئيس اللي هو السيد عامر بالحصى أنه نكون متواجدين دائما وندعم هذا النوع من السباقات. تحت
تحت شعار تحدي المستقبل اختتمت الدورة التاسعة من المؤتمر العربي للمشروبات يومها الثاني أمس الاثنين بمشاركة نخبة الخبراء وصناع القرار والرواد الإقليميين لبحث آفاق دفع عجلة تطور القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة. يأتي انعقاد الحدث في وقت تتنامى فيه أهمية صناعة المشروبات باعتبارها أحد أسرع القطاعات الحيوية نمواً في منطقة الشرق الأوسط. نتابع. توجد تحديات كثيرة بالنسبة لصناعة المشروبات في الوطن العربي خاصة في الأوقات هذه، منها التشريعات، المواصفات، التحديث المواصفات، الضرائب المفروضة على المنتجات المحلة، التعاون بين الصناعيين بينهم، فهناك تحديات كثيرة يجب على التكتل الصناعيين والمنتجين للتغلب على هذه الصعاب. خلال هذا المؤتمر سوف يتم طرح عديد من الأوراق يتطرق إلى كل هذه المشاكل وكيف تحدياتها وكيف ممكن نحلها وكيف نقدر نوصل إلى حلول سوية كصناعة مع بعض. الجمعية Arab Beverage Association ABA تأسست حوالي 9 سنوات ببيروت، وواحدة من نشاطاتها تحضير مؤتمرات للممبرز للبيفرج اندستري تحكي بمشاكل الصناعة والستاندرز اللي ممكن يعتمدوها والمشاكل اللي بتهم الصناعة عامة، وكل سنة بحضروا لمؤتمر بمدينة عربية، فكانوا يعملوا مرة ببيروت مرة بمصر بالأردن بالرياض، ومؤخرا صار المؤتمر مربوط بالجلف فود كونه إيفنت مهم بالبيفرج، فصار له سنتين بالجلف فود وبيحكي عن الهموم المشتركة لكل المصنعين للبيفرج اندستري اللي هو المية والجوس والديريز. نحن شركة تكنيكا هي شركة متخصصة بالأتمتة للمصانع العصيرات والمي والحليب، وعملنا مشاريع كتير بالمنطقة. الهمنا أنه ندخل الأتمتة على البرودكشن لاينز حتى نزيد الإنتاجية ونخفف الكلفة. البرودكتس عم ينزلوا كتير برودكتس بالسوق، هذا طبعاً it's marketing للمصانع تعمل بروموشن للبرودكت تبعها أكتر. واحد من الأهداف تبع الـ ABA أنه يوحد الكواليتي ستاندردز تكون المصانع كلها ضمن certain quality standards عشان الكونسيومر يكون عم بيصل له منتج بنوعية عالية. وهيدا الدايفرسيتي اللي بالسوق هي طبعا بتوسع الماركت، بتوسع السوق، والكونسيومر عنده تشويس يقدر ينقي هو البرودكت اللي عايزه. نظم مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة أمس الاثنين حفلاً لتكريم 90 طالباً وطالبة من خريجي البعثات الخارجية للعامين الدراسيين 2017-2018 و2018-2019. شهد التكريم سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في فندق قصر الإمارات تحت شعار 20 عاما من إعداد أجيال المستقبل. وتقدم سموه بالتهنئة إلى الخريجين بمناسبة نجاحهم، مؤكدا أنهم ثروة حقيقية للوطن تلبي التطلعات المستقبلية للدولة وقيادتها الرشيدة، والتي تشجع الطلبة من الجنسين على مواصلة تعليمهم ودراستهم التخصصات المتوافقة مع اهتماماتهم، والتي تحتاجها مسيرة التنمية والتطوير في الدولة بكافة المجالات في القطاعين الحكومي والخاص. أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرعاية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مثمنا سموه دورهم المشهود في تقديم الدعم اللامحدود لإعداد أجيال المستقبل. أشار أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، أشار إلى أن بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علميا تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل قيادي من أبناء وبنات الإمارات قادر على مواجهة تحديات المستقبل مع رفد الدولة بكوادر مواطنة مؤهلة وفق أرفع المستويات العلمية وأفضل المعايير لمواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الإنجازات، مضيفا أن السعي لتحقيق هذا الهدف يتجلى بوضوح من خلال مواصلة البعثة تخريجها عدد من الطلاب والطالبات المبتعثين سنويا ممن أنهوا دراساتهم في الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها. طبعا عدد خريجي البعثات الخارجية يقدر ب 648 طالبا وطالبة ممن درسوا في جامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية، كما بلغ إجمالي خريجي درجة البكالوريوس 526 طالبا، فيما بلغ عدد طلاب الماجستير 86 طالب، بينما وصل عدد الحاصلين على الدكتوراه إلى 21 طالبا وثمانية طلاب في تخصص الطب. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا لحلقة هذه الليلة، في أمان الله.